المرأة سواء كانت سيدة كبيرة في السن أو شابة صغيرة هي أساس الحياة، وهي برضو الأصل في كل شيء جميل بنشوفه حوالينا. من الآخر وبدون أي تحيز، الست هي أصل الحكاية وكل الحكاية، ولأن الست هي الحكاية وليها قصص كتير قوي ملهمة فعلا، ولأن الحياة فيها كتير نماذج لستات ناجحة، قررنا أن ضيفتنا النهاردة تكون واحدة من أكبر المهتمين بالمرأة في الوطن العربي كله، وهي نميسة عرنوس مؤسسة منصة احكي. قصص كتير قوي ملهمة ونماذج ناجحة للستات. نميس ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ كل حاجه مبسوطه ان انت معايا النهارده. انا كمان جدا. ثانك يو. طيب انا عايزه ابتدي معاكي من الاول خالص. يلا. ازاي بدات القصه تيجي في دماغك؟ بصي انا اساسا خريجه اعلام واشتغلت في حكي قصص كتير، حكي قصص الناس عامه، بس كنت دايما بحس ان حكي قصص الستات هي الحاجه الناقصه اللي انا محتاجه اعملها. مع تفكير كتير خد مني وقت طويل مش قليل، حوالي 5 سنين، لحد ما طلعت فكره احكي ان هي تكون اونلاين، مساحة آمنة الستات تثق فيها إن هي تشارك حكاياتها الملهمة والمؤثرة، عشان ستات تانية تحس بنفس الإلهام وتبتدي تشارك هي كمان حكاياتها بمنتهى البساطة. أوكي، طيب أغرب قصة سمعتيها؟ مفيش أغرب، في أحلى، في أكتر قصة ملهمة. أنا بسمع قصص كتير من ستات كتير، وأكتر قصص بتأثر فيا أو أكتر حاجة لاحظتها ان قصصنا كلها متشابهه، كلنا كستات عندنا قصص متشابهه ورحله متشابهه، واكتر حاجه بتاثر فيها بشكل شخصي ان احنا بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم طبعاً. فهي مش اغرب على قد ما بيديني باور ان انا مش لوحدي. لما بشوف قصه ست انا مش لوحدي، نميس انت مش لوحدك، في ريهام كمان زيك، في نهى زيك. فدي اكتر حاجه او اغرب حاجه ان احنا كلنا قد ايه متشابهين يعني. طب امتى ابتدى يحصل اقبال كبير على المجله؟ اعتقد بعد اول سنه كان صعب جدا ان احنا نقنع الستات ان هي تشارك قصتها، لانه كل ست كانت بتقول انا ما عنديش حاجه اشاركها. احنا كانت الفيجن او الرؤيه بتاعتنا ان كل ست عندها قصه ملهمه ومؤثره. فبعد اول سنه لما شافوا قصص ستات كتير من اللي اقنعناهم، بدات الستات هي اللي تبعت قصصها وهي اللي تقول انا عايزه اشارك قصتي. فخد الموضوع سنه لحد ما الرؤيه بتاعتنا بدات الستات تفهمها وتقتنع ان حقيقي قصتها ملهمه وتستاهل ان هي تتحكي. طب ممكن تحكي لي اكتر شويه عن المجله المحتوى بتاعها؟ بصي مجله احكي ابتدت برؤيه واضحه، او رؤيتنا هي حكي قصص النساء لتمكين النساء. بمعنى انه الهدف الاساسي هو تمكين النساء من خلال ان انا لما احكي قصتي بمكن ستات تانية وبمكن نفسي. بس مش بس حكي قصص ستات الملهمه والمؤثره هو الكونتنت او المحتوى اللي بتقدمه احكي، لكن كمان انتاج محتوى لرفع الوعي بقضايا المراه وتمكين المراه بشكل عام. عن كل القضايا اللي ممكن تتخيليها، ليها علاقه بالامومه، ليها علاقه بالتربيه، ليها علاقه بعلاقات سعيده وناجحه وسويه، ليها علاقه بان احنا يكون عندنا كارير، يكون عندنا مستقبل مهني، ويكون عندنا استقلال مادي. ده هيخلينا احسن، ده هيخلي علاقاتنا افضل، ده هيخلي تحكمنا في قراراتنا اقوى. كل حاجه تخص المراه احكي بتقدمها، وده اللي خلاها الحمد لله واحده من اهم المنصات في الوطن العربي اللي بتنتج محتوى باللغه العربيه بيناقش قضايا المراه وبيكلم المراه وبيحكي حكاياتها. طيب وهو بيناقش بس القضايا لكن بيساعد يعني مثلا واحده عايزه تشتغل؟ لا بصي ده برضو من الحاجات او من التحديات اللي قابلناها كتير. احكي مجله بتنتج محتوى الهدف بتاعنا هو رفع الوعي، خلق الفرص في مؤسسات ومنظمات تانية بتعمله كبيرة، لكن احنا بنحاول نكون الوسيط ما بين الموضوع ورفع الوعي وان احنا نسلط الضوء على الفرص المتاحة. ده دورنا. لكن هل احكي هي اللي بتقدم الفرص بشكل واضح؟ لا، لكن بنتيح الفرصة قدام الفرص وقدام الستات فيقدروا يوصلوا ببعض. طب انتوا كمان ليكم نشاط قوي جدا على السوشيال ميديا، ممكن تشرحي لنا عنه شويه؟ ما هو جزء من الكونتنت، احنا اونلاين تماما، احنا مش مجله مطبوعه، احنا مجله اونلاين مفهوم. فجزء من الكونتنت ده بيتنشر على السوشيال ميديا. بالعكس السوشيال ميديا هي الارم او الجزء القوي عندنا، بالذات انستغرام وفيسبوك. احنا بننشر المحتوى، بيبتدي الناس اونلاين، الستات تحديدا اونلاين تتفاعل مع المحتوى ده بشكل كبير، لحد ما احكي وصلت الريتش بتاعها او المحتوى بتاعها وصل لاكثر من 50 مليون ست في 2022 على نطاق الوطن العربي كله. ده هايل طبعا. ده هايل برافو يعني. انت مش فاهمه انا مبسوطه بيكي ازاي يعني. ثانك يو والله. الحمد لله. لا ربنا معاكي، وبجد انت يعني بتعملي حاجه اكيد الناس هتدعي لك عليها بجد. اتمنى والله ان هي حاجه تبقى مؤثره، بس الحمد لله بعد 7 سنين احكي بتحكي قصص ستات، بتناقش قضايا ستات، اقدر اقول ان احنا خلقنا تاثير مش بس بالعدد، الارقام، الملايين من الستات اللي بتتابعنا او بتشارك حكاياتها، لكن كمان بالفيدباك او التاثير اللي بيجي لنا من الستات نفسها. قد ايه بوست معين عن حاجه معينه خلاهم يساعدهم في كاريرهم، يساعدهم في حياتهم، يساعدهم ياخدوا قرار يخلي حياتهم احسن. ده التاثير الحقيقي بالنسبه لي طبعا. الحمد لله. طب انت ازاي بتجمعي القصص دي؟
الاول ولا دلوقتي؟ يعني من 7 سنين ولا دلوقتي؟ خلينا اقولي لي الاثنين. من 7 سنين كنت بروح لصاحبتي، انا عارفه انك عندك قصه ملهمه تحكيها. لا انا كان في عدم ثقه في الاعلام بشكل عام انه يحكي قصه ستات، بس هما ما بيحطوش اسمائهم ولا بيحطوها؟ على حسب، لو احنا بنحكي قصص ملهمه ومؤثره عادي جدا الست تحط اسمها وتتكلم وتقولها، لكن لو احنا بنحكي عن مشكله طبعا بنحفظ خصوصيتها. مزبوط. وده دي حاجه مهمه. من 7 سنين كان الموضوع صعب شويه، بعد كده احنا ستات هي اللي بتريتش اوت لينا، هي اللي بتجيلنا، هي بتقول انا عايزه احكي قصتي. دلوقتي بقى الموضوع اسهل كتير لان احنا ثبتنا الرؤيه بتاعتنا واقنعنا الستات بيها واقتنعت بيها، فبالتالي الموضوع دلوقتي بقى اسهل كتير، وبقت الستات عارفه قيمه قصتها وعارفه قيمه حكايتها واحكي هي المكان اللي بتعرضه. يعني فده الفرق ما بين وانت بتجمعي القصص دي بطريقه عامله ازاي؟ يعني مثلا اسبوعي، يومي، ولا هي احنا عندنا كل يوم 8 بالليل في قصه ست بتتنشر على السوشيال ميديا عندنا. اوكي. على مدار 7 سنين كل يوم 8 بالليل قصه. طب انت دلوقتي اكيد بيجي لك محتوى للقصص كتير. بيجي لي محتوى القصص كتير. بتنقي ازاي؟ بنختار على حسب ما تبقى، احنا بنشوف ان كل قصه ملهمه طبعا، فبالنسبه لنا انه احنا ممكن ناجلها شويه، ممكن ناخدها في حمله معينه عايزين نعملها، ممكن نعرضها في وقت مش دلوقتي، او نعرضها في حاجه في شهر بعد شهر، يعني على حسب بقى السكادجول بتاعنا. لكن بنسبه كبيره يعني 99% من القصص اللي بتجيلنا بتتعرض على احكي. طب نميس انا اسالك سؤال شخصي شويه. اتفضلي. اكتر قصه اثرت فيكي انت شخصيا؟ انا دايما السؤال ده بيتسالني وبحس انه كل حته من قصه اثرت فيا، بس انا يعني في قصه احنا عندنا حمله بنعملها كل سنه عن الستات المؤثرات للسنه، ففي حمله 21 ست مؤثره لسنه 21 كان في بنوته من الفيوم يعني ظروفهم الماديه ما كانتش احسن حاجه، فاضطرت ان هي تتعلم في البيت، ما كانتش بتروح مدرسه، ما عاشتش طفولتها في المدرسه، لكن كانت متفوقه جدا واخدت جابت مجموعه دخلها طب، بس برضو ظروفهم الماديه ما سمحتش ان هي تدخل طب، فجالها منحه حكوميه ان هي تدرس طب. انا بالنسبه لي دي قصه مؤثره علشان انا بحب قوي الستات اللي بتعافر، انا بعافر طول الوقت وستات كتير حواليا بتعافر، كل واحد بيعافر بطريقته، فالست اللي بتعافر وبتلاقي نتيجه معافرتها ونجاحها ده بيديني باور انه لو انا خلاص مش قادره اكمل بكمل. فالقصه دي دايما مقصره معايا قد ايه تعبت فعلا البنت علشان ما عاشتش طفولتها، ما بقالهاش اصحاب، بتدرس في البيت بس، ظروف صعبه جدا، لكن تفوقت ومكمله وعندها طموحات وعندها احلام ومش شايفه الظروف الصعبه لكن شايفه ان في هدف اوصل. دي يعني دي من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا طبعا. بعدين انت متخيله كمان ان الواحد لما بيحس ان هو خلاص انا ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من اللي انا فيه، يعني بكلامك ده بتقولي مش بس للستات على فكره، للكل، للرجاله وللستات، انه لا يا جماعه انت ممكن تعافر اكتر وممكن تتعب زياده اكتر ودايما في حاجه ممكن تتعمل. بالظبط، يعني في وقت بنبقى خلاص مش قادره اكمل، بس لما بتشوفي حد تاني بتحسي ان طب ما ادي شويه كمان وكده كده ربنا بيكرم اللي بيعافر طبعا. انا شايفه ده يعني. طب جالك قصص مرعبه؟ يعني ايه مرعبه؟ يعني قصص اللي هو تحسي اللي هو ايه ده، ازاي ده بيحصل في الدنيا؟ اه طبعا جالي. طب قولي لي قصص كتير. حاجه انتوا نشرتوها يعني؟ احنا نشرنا قصص كتير، بس لما نتكلم على قضايا دايما بحب اسميها غامقه شويه، ليها علاقه بالعنف مثلا، لا في قصص كتير مرعبه، ما بتبقيش متخيله ان ده بيحصل، ما بتبقيش متخيله ان قيمه الامان، بتحسي بقيمه الامان. مش حابه اكسبوز قصص بعينها يعني، لكن بس هي بتكون موجوده عندك على الصفحه. تكون موجوده عندي على طبعا تكون موجوده عندي على الصفحه، لكن فكره انك تتعرضي للضرب والاهانه وتتمنعي من التعليم وتتمنعي من الخروج وتتمنعي من الحياه لمجرد انك بنت او ست، دي اكتر فيلم رعب ممكن اي ست تعيشه. فانا بديكي بس اوفر فيو، تحتيها بيبقى فيه تفاصيل تانية. فالقصص المرعبه اللي بتجيلنا بتبقى في الجزء ده، لما بنحاول ان احنا نرفع الوعي ان العنف جريمه، ان الختان الاناث او تشويه الاعضاء التناسليه الاناث جريمه، ان تزويج الاطفال جريمه، فبتبتدي تشوفي قصص اوريدي حصل لها ده، فده فيلم رعب. في ستات عاشت فيلم رعب في الجزء ده طبعا. انت مضطره تحكي القصص دي عشان الناس تعرف ليه ده فيلم رعب وليه ده جريمه وليه محتاجين نوقفه وليه محتاجين نرفع الوعي ان احنا ما يبقاش فيه عنف ويبقى فيه امان عام لكل الناس وتحديدا الستات، وان يبقى ما فيش تزويج اطفال، وان ما يبقاش فيه جريمه زي ختان الاناث. في حاجه كمان، ان في ده حاجه انا اكتشفتها من قريب، ان اكتشفت ان في ستات كتيره جدا في محافظات مختلفه بيفتكروا ان مثلا الضرب الزوج للزوجه ده حاجه طبيعيه وانها عاديه. يعني انا وقتها اتصدمت، بمعنى اتصدمت
ان هو يضربها وترجع تتعامل وكأن لم يكن. ولما بتيجي تتكلمي مع الشخص ده بتقولك انه ده العادي عندنا في بلدنا. طب اصدمك اكتر ان هي مش بس في محافظات بعيدة او في مناطق نائية او ريفية او كده، لكن كمان ده موجود على كل المستويات. انه في ستات بتعتبر ان الضرب اللي هو العنف الجسدي عادي، بيتعصب بيعبر بس عن غضبه بس عادي. هو ده رفع الوعي، هي دي فكرة رفع الوعي، ان انت بتحاولي تغيري المايند سيت او التفكير المجتمعي ان لا ده مش عادي، ده جريمة. العلاقات ما ينفعش تبقى كده، العلاقات لازم تبقى سوية، العلاقات فيها شراكة، ما فيهاش حد بيستقوى على حد ايا كان الحد، فاهمة قصدي؟ فانت بتغيري اصلا تفكير، ومش تفكير رجالة على فكرة، تفكير ستات زي اللي انت بتقوليه ده، اللي هي شايفة ان ده عادي. ما هي لما تشوف ان ده عادي هتربي ابنها وبنتها ان ده عادي، فهتبقى دايرة مغلقة مش هنخلص منها. فهي دي ده اساس برضو، جزء اساسي من رؤيتنا في احكي، ان احنا بنحاول نغير التفكير ده ونرفع الوعي ان لا ده مش عادي. طيب انا هسألك سؤال براكتيكال شوية وعملي. دلوقتي انا عندي مشكلة وبعتها لكم، انتوا قررتوا ان انتوا هتنزلوها الساعة 8 بالليل مثلا، اوكي ماشي. بعدين بعد كده المشكله دي انا مش عارفه اتصرف فيها، انتوا بتردوا عليا بتقولوا لي ازاي اتصرف ولا لا؟ طبعا اوقات كتير بنعرض اصلا طول الوقت ايه المصادر اللي ممكن تلجأ لها بالظبط، هو ده اللي انا عايز اسال عليه. طبعا فاللي بيجي يرد على المشكله دي بيكون حد مختص ولا؟ بصي احنا بتجي لنا مشكله عامه، احنا بيجي لنا مشاكل كتير جدا دي ما بننشرهاش، لان مش الهدف بتاعنا ان احنا نعمل واو قصه مرعبه الناس هتعمل انجيجمنت عليها خالص. احنا ثلاث ارباع الحاجات اللي بتجي لنا لو ست هي قررت بارادتها الحره ان هي عايزه تنشر قصتها علشان تشارك في رفع الوعي بننشرها. لكن لو بعت لنا والله انا عندي مشكله تعرضت لكذا كذا كذا كذا، نعمل ايه؟ بنرد عليها برايفت خاص ما بيننا وما بينها. والله ممكن تروحي المجلس القومي للمراه مكتب الشكاوى هيساعدوكي، ممكن تروحي المكان الفلاني هيساعدوكي، ممكن تروحي المكان الثاني هيساعدوكي، دي ارقام التليفونات الحكوميه اللي تقدر تساعدك. بنديها دايما المصادر بتاعه الدعم اللي تساعدها الموثوق فيها، واللي بنسبه 99% بتكون تحت مظله الحكومه، علشان دي الاماكن اللي تقدر تروحها ومحدش يتلاعب بيها يستغلها. مظبوط. او كده. بس مش بتحطيه على لا طبعا طول الوقت بنحطها، بس مش بنحط مشكله والله فلانه بعت لنا مشكله فاعملي كذا ان بابليك، لكن بنعمل بوست مثلا يا جماعه لو تعرضتي للمشكله الفلانيه تقدري تروحي المكان الفلاني كنوع برضو من رفع الوعي. ده الجزء اللي قلت لك عليه قبل كده، ان احنا وسيط بنوصل المصادر بالستات فيقدروا يعرفوا لو تعرضتي لايه اروح فين. ده احسن حاجه انت بتعمليها، لان انت مش متخيله خصوصا على السوشيال ميديا كم من الناس يا جماعه اللي بتنصح، وكم من الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا تقول اعملي كذا، وهم مش مؤهلين تماما ان هم يعملوا ده. لا احنا وبيضيع ناس كتير جدا. عندنا قوي 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 الكلمه اللي هتطلع على منصه بيشوفها ملايين الستات والناس عامه، نبقى عارفين كويس ان هي موثوق فيها، علشان كده ما بنقولش اي كلام. لازم نبقى عارفين ان احنا لو هنقول مصادر دعم هنقول مصادر دعم تحت مظله حكوميه، فبالتالي الست دي مش هتعرض لاستغلال باي شكل من الاشكال. ودي مسؤوليه اي حد بينتج محتوى، لان كمان احكي ليها كيان قانوني وليها شكل مؤسسي، مش مجرد افراد بيقدموا مبادره بشكل شخصي. فاحنا مهتمين قوي نبقى حريصين جدا احنا بنقول ايه. طب انت شفتي يا نميس او من خبرتك في المجال ده وفي الموضوع ده، المؤسسات دي فعلا بتقدر تساعد؟ عندهم مصادر كتير وبتحاول تساعد، لكن في تعقيدات لا تتخيليها اصلا. يعني فور اكزامبل لو ست بتعرض للضرب من جوزها ما عندهاش فلوس ان هي تتطلق وتروح، وهو مش هيدفع لها، مش عارفه انت المشاكل بقى ولسه طبعا القصص المعتاده اللي هي بتاعت انا معيش فلوس حتى ارفع قضيه وما عنديش مثلا. لا في اماكن كتير جدا بتقدم دعم قانوني مجاني. اوكي. بس هي الموضوع اساسا من اوله، طب انا خايفه اروح على ما تاخد البروسيس دي من اول ما تروح تشتكي لحد ما يعني ما تتطلق بقى وتاخد حقوقها القانونيه وكده، في فتره من الزمن هي مش هتبقى عارفه تعمل فيها ايه في الحياه. عشان كده دايما بنقول ان مهم ان الست تكون مستقله ماديا وتكون بتشتغل علشان الزمن مش عشان اي حاجه تانية. فاه بيقدموا دعم، بس هو الموضوع بياخد وقت طويل. وفي بقى قصه تانية خالص، طب الناس هتقول ايه؟ ان انا حبست جوزي، ان انا مش عارف عملت ايه. دي حاجات بقى نفسيه كمان، حاجات نفسيه بقى. وفي مؤسسات بتقدم دعم نفسي، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. الدعم النفسي حاجه مش رفاهيه خالص، واحنا التوعيه النفسيه من اهم الحاجات اللي بنشتغل عليها، انه دي حاجه مش رفاهيه فعلا. احنا كلنا محتاجين دعم نفسي بشكل او باخر. طبعا. نميس بيجي لك اكتئاب بعد شويه من كتر القصص اللي انت بتسمعيها طول الوقت صح؟ بتعملي ايه؟ اصل دي حاجه صعبه جدا ان انت تقعدي تشوفي قد ايه في مقاسي في الدنيا، بس انا كمان بتكلم على قد ايه في حاجات حلوه، فدي بتشيل دي شويه.
لا بس في اوقات مش انا بس، انا والتيم بتاعي كله بتبقى الدنيا غامقه قوي، فساعتها حتى مش احنا بس، حتى الناس اللي بتتابع احكي في فترات هم كمان بيبقوا خلاص يعني كل، عارفه انت ثم مات المشاهدون جميعا، احنا كلنا في اوقات بتبقى كده. بعدها بيبقى عندنا استراتيجي ان احنا نحاول نتكلم على حاجات ايجابيه اكتر، قصص ستات ملهمه اكتر، بنقول ان ده موجود في المجتمع واحنا لازم نبص عليه ولازم نتكلم عنه، لاني مؤمنه بجد ما ندفنش راسنا في الرمل، بس برضو في حاجات حلوه، فعشان احنا مش عايزين الدنيا تبقى غامقه. انا بيجي لي اكتئاب اوقات اكيد طبعا. طيب الحاجه بقى اللي انا مبسوطه بيها قوي ومبسوطه بيكي فيها تكريمك، ممكن تحكي لي عنه شويه؟ في ايه بالظبط؟ في سفيره النوايا الحسنه. الاتحاد الاوروبي في مصر اختارني ان انا اكون سفيره النوايا الحسنه. الاتحاد الاوروبي في مصر شريك للحكومه المصريه في مشروعات كتير جدا، ومن اهم الحاجات اللي بيشتغلوا عليها هو تمكين الستات. وما ان انا مهتمه بتمكين الستات، فهم شافوا ان انا اقدر اوعي او انشر الوعي اكتر عن تمكين الستات تحت مظله الاتحاد الاوروبي، ان انا اكون سفيره للنوايا الحسنه، ان انا اتكلم عن تمكين الستات، ارفع الوعي، اتكلم عن المشروعات والمصادر والبرامج اللي موجوده ما بين الاتحاد الاوروبي والحكومه المصريه اللي بتدعم الستات وبتمكن الستات في مجالات كتير، ومن اهمها التمكين الاقتصادي، وعندهم مشاريع كتير جدا بتمكن الستات اقتصاديا. فدي بصراحه كانت فرصه لطيفه بالنسبه لي. لا يعني انت لازم تحكي لي بالتفصيل حسيتي ايه وعملتي ايه وكده يعني. ده انا مبسوطه بيكي اساسا. شكرا بجد، انا يعني حاجه تفرح. انا يعني طول الوقت انا عندي مش مشكله، بس طول الوقت ايه ده، هو انا يعني انتوا شايفين بجد ان انا بعمل تاثير؟ انا ما ببقاش شايفه التاثير قد ايه غير لما الناس تقول لي، يعني طول الوقت شايف انتوا شايفين انا بعمل ده. فكان في الحمد لله طبعا يعني ردود لطيفه ان انت بتعملي ده، وان احنا حابين انك تبقي معايا. فانا حسيت لا انا كنت طبعا فخوره، دي من الحاجات اللي انا فخوره بنفسي فيها، ان انا مؤسسات عريقه ومهمه بتعترف بالدور اللي انت بتعمليه، وبتخليكي كمان تتكلمي عن فرص اكتر للستات. ودي كانت اكتر حاجه عجباني، ان انا هيبقى عندي مساحه ان انا ادي للستات معلومات عن فرص تفيدهم في حياتهم بشكل او باخر. زي ما قلت لك ان احكي مش بتقدم فرصة أو خدمات بشكل مباشر، لكن إتاحة الفرص الموجودة وإن أنت تعرفيهم بيها، دي أكتر حاجة حبيتها في الموضوع، غير طبعا إن هو جزء في الكارير بتاعي مهم يعني. ربنا يخليكي لينا كلنا كل الستات. شكرا بجد. ميرسي، بشكرك جدا يا نميسة على وجودك معايا النهاردة. ثانك يو. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد إن شاء الله. باي باي.